السلام عليكم، معاك احمد حسين. ان شاء الله الفيديو ده هنتكلم عن هيدروليك جامب باستخدام اسس فلونت. ازاي نقدر نعمله؟ هو بسرعه كده اختصارا، هو الهيدروليك جامب هو بتبقى ظاهره موجوده اكتر في زي يعتبر زي مثلا القواطر الخيريه مثلا في مصر، زي الحاجات سدود الحاجات زي كده. دي بتبقى ايه؟ لو انت بتفتح زي سلاش جيت كده، الميه بتنزل منها بيبدا يحصل زي هيدروليك جامب، ان السرعه الميه اللي بسرعه عاليه قوي بتبدا تتحول لسرعه واطيه بسبب عشان ايه نحقق الكونتينيوتي. سبب لك كده، هيدروليك جامب از فينومينا ان ذا ساينس اوف هيدروليكس ويتش از فريكوينتلي ابزوربد ان اوبن شانل فلو، الاماكن المفتوحه زي الانهار وحاجات زي كده، such as rivers or spillways when liquid at high velocity supercritical charge hit اسمها supercritical بتتحول lower velocity sub critical. طبعا منطقي ان انت الايه ان انت السرعه عاليه تحول السرعه دي عشان الاريا تبقى قليله تبقى الاريا كبيره. A rather abrupt rise occurs in the liquid surface. For horizontal flow, the depth increases before jump due to the flow friction slow velocity. Lapid terminal flow region بيبدأ يحصل زي يعني ايه immediately jump. بعد كده بتحول ايه slower turbulent flow region. اوكي؟ ودي الهايت افتر جامب. طبعا لو نقدر نحسب، احنا طبعا ده مثال كده بس بسيط، احنا بنحسب اول حاجه اسمها فرود نمبر. فرود نمبر ده على فكره اللي بي يعني ايه على اساسه نقدر نحدد نوع اللي يعتبر الهيدروليك جامب اللي هيحصل، تمام؟ فبالتالي احنا عندنا ثانيه واحده. تمام، فهو الفرود نمبر ده اللي بيعتبر اللي بيتحكم في شكل الهيدروليك جامب، او يعتبر شكل الجامبس اللي بتحصل في الهيدروليك. في كذا نوع كمان فرح خالص، اللي هو الفرود نمبر 1 اللي هو السرعه على جزء جي اللي هو الجرافيشن اكسلريشن في واي 1. بعد كده نقدر نعوض في القانون، نقدر نحسب واي 2 على واي 1 بدايه واي 1 نقدر نجيب واي 2. تمام، طبعا عارفين كويس ان كيو 1 بيساوي كيو 2، فبالتالي واي 1 في في 1 بيساوي واي 2 في 2 لو نفس الدبس يعني. اوكي فتعالوا كده نتشال. اوكي تمام، تعالوا بعد كده نشوف الانواع بقى بتاعت الهيدروليك جامب لو اختلف الايه الاف. في حاجه اسمها ان دولار جامب، هو طبعا لو الفود نمبر اقل من واحد فده مش هيحصل جامب، يعني هنا كده مش هيحصل جامب. اوكي، في اندر دولار جامب اللي هو بيبدا زي جامب خفيف كده بعد كده يرجع تاني لنفس المستوى اللي هو كان فيه، وده يبقى من فود نمبر من واحد لحد 1.7. لو الفود نمبر اكبر من 1.7 يعني من 1.7 ل 2.5 بحيث اسمها ويك جامب، بيزيد بس بطريقه بطيئه شويه. بعد كده من 2.8 ل 4.1 ده اوسيليتنج جامب، بيبدا يزيد زي اوسيليت كده لحد ما يوصل للفعل احنا عايزينه. بعد كده في حاجه اسمها ستيدي جامب ده 4.5 لغايه 9، واكبر من 9 ده حاجه اسمها سترونج جامب، مره واحده كده بيبدا يكبر والارتفاع بتاعه بيزيد. تمام، زي ما انتم شايفين كده ده انسز احنا كنا اشتغلنا، وده اللي هنعمله دلوقتي. ده كان شكل الانسز ريزلتس بتاعتنا. عندنا السوبر كريتيكال ريجن ده كده بيحصل حاجه زي هيدروليك جامب. بعد كده السب كريتيكال ريجن احنا برده كنا عملنا زي يعني اناليتيكال سوليوشن اللي احنا كنا شايفينه ده عملناه على اكسل، بندخل الارتفاع، يعني الارتفاع بتاع اللي احنا كنا مدخلينه كان 0.28 والسرعه بتاعتنا كانت حوالي 3. المفروض بقى يطلع معانا الارقام ديت. احنا بنتكلم فرود نمبر 1.8، يعني احنا بنتكلم في الريجن دي الويك جامب. تمام كده، فتعالوا بقى نشوف الارتفاع بتاعنا. المفروض واي 2 يبقى عندنا 0.59 او حوالي 0.6. تعالوا بقى نتاكد هل ده هيطلع بانسز ولا لا. تمام، انا كنا عملنا الكلام ده على انسس، وده كان شكل الريزلتس. خلينا اشغلها لكم كده قبل ما نبتدي. طبعا هنمشي خطوه خطوه، بس الاول اوريكم الريزلتس بتاعتنا. ده شكل السوليوشن بتاعنا، زي ما انتم شايفين ده الشكل اللي طلع معانا. هو ده الهيدروليك جامب اللي حصل في الحته ديت، هو ان هو ويك جامب عشان 1.8. فتعالوا كده مع بعض نبتدي الاول واحده واحده ونشوف الشكل بتاعنا. انا هقفل البتاع ده وهفتح الجيومتري الاول. تمام، وهفتح بقى الجديد بتاعنا اللي هو ده. تمام، افتح برضو الجيومتري حتى هسميه. تمام كده، افتح ديزاين مودلر. احنا لسه مع ديزاين مودلر. اوكي، ده شكل الحل بتاعنا، الرسمه بتاعتنا. اوكي، هي تعالى نشوف بقى مع بعض كده هي كام في كام. احنا بنتكلم هنا سكتشنج 15 في 4 في يعني الطول 15 في الارتفاع 5 لغايه 14، ده هي 1 متر. احنا استخدمنا النوع ده، النوع ده اللي هو بيبقى زي الفلو بيخش من هوريزونتال من هنا بسلاش جيت كده او في تانك، فتحنا بوابه من هنا بيبدا زي عملنا له زي مقاومه كده. المقاومه دي اللي بتبقى هنا ايه بالشكل ده، بيبقى حاجه زي ارتفاع كده، فالارتفاع ده هو اللي بيسبب ايه مشكله. تمام، فخلينا طبعا في اشكال على النت بتشرح الحته ديت، يعني ده نوع من انواع الاسباب بتاعه الهيدروليك جامب. فلو كتبنا هيدروليك جامب خلينا نشوف الصور اللي هو النوع ده. تمام كده، هو ده النوع اللي احنا التزمنا بيه، اللي هو طبعا بس انا المره دي احنا ايه دخلنا الفلو من هورزونتال كده وشفنا اللي بيحصل نتيجه الايه اللي يعتبر فيه شويه زي بسم الله شويه طوب او حاجز، هو ده اللي هيسبب الايه المشكله. تمام، فخلينا كده مع بعض بقى نرسم بقى رسمتنا احنا. طب اكس واي هاي بلين، نروح هنا نروح على سكتشنج، نعمل ريكتانجلر نرسمه، نروح على دايمنشنز نختار ده، نختار ده، ده هيبقى 15، ده هيبقى 5. بعد كده هنرسم درو لاين. اوكي، بعد كده هنعمل موديفاي، نعمل تريم، نشيل ده ونشيل ده. تمام، بعد كده نعمل دايمنشن، ناخد الحته دي هتبقى 14، وناخد الحته ديت نخليها فيرتيكال. دي هتبقى 1. تمام كده، حلو جدا. ونعمل
جنريت، بعد كده نروح كرييت نعمل كونسبت سيرفيس فروم سكتش، نختار ده ونعمل جنريت. كان عملت سيرفيس بتاعي، هبدا احدد بقى ايه الاليتس والاوتلت بتاعتي. فالاليت بتاعي عند الحته دي هيبقى على ارتفاع 0.28 زي ما انتم شايفين هنا. ده برده كان الشكل بتاعنا، احنا عندنا الاليت بتاعنا اللي هو ده الحته دي اللي هو 0.28، والاوتلت بتاعنا هيبقى عند الحته دي اللي هو هيبقى على الجزء ده، تمام كده، اللي هو على ارتفاع 0.29. طب ليه 0.29؟ بيبقى نص الاوت، يعني ارتفاع الاوتلت بتاعنا هيبقى 0.59، فانا بختار ده نص يعني على 2.29، فانا بختار ده، تمام. فخلينا بقى ايه نعمله عشان ده بيديني حل ادق شويه. خليني بقى نشوف ازاي نعمله. هنروح نعمل حاجه اسمها تولز، او معلش ايوه سبليت ايدجز، ونختار الايدج ده، بس نختار لوكيشن ونختار الايدج ده ونعمل ابلاي، بعد كده نختار ده ونخليها على ارتفاع 0.28 ونعمل جنريت. كده انا حددت خلاص، اتاكد ان كل حاجه مظبوطه اهي، ده الارتفاع بتاعنا، ده الاليت ودي هو العاديه. بعد كده اعمل تاني سبليت ايدجز، اختار الايدج ده تمام، واختار بقى هنا كان هعملها كام. تعال نشوف الارتفاع بتاعنا كان عاملها كام عند الاوتلت هنا. 14.29 و0.29، 14.29 و0.29 تمام. ونعمل جنريت، نتاكد ان الارتفاع ده مظبوط 0.29 تمام 100 100 كده احنا تمام. بعد كده هبدا اعمل بقى ايه كرييت نيم سيلكشن، بعدين نعمل نيم سيلكشن. فاختار ده الاول، بس اختار هنا لو 0.8 وده هسميه قلت تمام، وهختار ده واسميه اوتلت تمام. بعد كده اخر حاجه خالص اللي فوق ده، اللي فوق دي بتبقى حاجه اسمها انفايرمنت، اللي بتبقى حاجه اصلا لبره هي مفتوحه لفوق يعني تمام، فهسميها انفايرمنت، خدت اسمها انفو خلاص على طول تمام. بس بعد كده انا كده خلصت الرسمه بتاعتي كلها، واتاكد ان كل حاجه تمام اهو، كل حاجه مظبوطه، كل حاجه مظبوطه عندي. اطلع ونخش بقى على الميشنج تمام، ونقفل برده اللي احنا عملناه. احنا الميشنج بتاعنا تمام، خلينا نفتحه كده هنا، والميشنج هنا ده اللي احنا كنا عاملينه. هو الميشنج هيبقى سهل جدا، خلينا بس نرجع تاني لما يفتح. اوكي نبص بقى هنا، هنلاقي هنا الميش بتاعنا ده شكل الميش اللي احنا عاملينه. احنا هنعمل ايه؟ هنروح هنا برده نحط تريانجلز، مثلا استخدم تريانجلز اسرع بقى او انجز على طول تمام. بعد كده هعمل سايزنج تمام. احنا عندنا البادي سايزنج عندنا عاملينه كان 7.5 × 10⁻²، فلو 0.075 ماشي. بعد كده اخر واحد خالص هنعمل ريفاينمنت للوولز كلها تمام كده، نمبر اوف نمبر 2 تمام. فاختار الايدجز بتاعتي واختار بوكس سيلكت واختارهم كلهم، هيقول لي 7 اقول له تمام، واختار اوف نمبر 2. بعد كده يعني هيقسم طبعا الاليمنتس عند الايدجز دي اللي هي كل اليمنت لتو اليمنتس، بس استنى بقى يخلص. ده شكل المش حلو جدا. بص عدد الاليمنتس كام؟ 39000. هنشص على الكواليتي بتاعتنا، مثلا الارسونال كواليتي بتاعتنا المينيمم 0.73 فكويس جدا، السكيونس بتاعنا الماكس 0.44 فتحفه. هنعمل ابديت بس، وبعد كده نروح بقى على السيت اب، هنقفل الكلام ده، هنقفل الكلام ده كمان. اوكي فاضل كده الخطوه الثالثه، نعمل بقى السيت اب. هنفتح السيت اب بتاعنا، خلينا نرجع لما يفتح. برضو هنفتح اللي هو المساله بقى اللي احنا بنعملها مع بعض. انا هعمل 10 كورز، انا كان الجهاز اللي شغال عليه ممكن اشتغل لحد 10، فاختار 10 كور واعمل دبل بريسيشن عشان يبقى ادق، واعمل ستارت. استنى بقى لما يفتح برضو. بصوا زي ما انتم شايفين كده، ده اللي هو المفروض اللي احنا عاملينه، وده اللي هو اللي احنا لسه بنعمله دلوقتي يعني. ده مش صح ليه؟ عشان المفروض الاوتلت كان فوق، معلش المفروض فعلا الاوتلت فوق، نبدا الفتحه من فوق مش من تحت. فبالتالي انا هعمل حاجه دلوقتي، معلش انا هقفل دي ونروح كده بسرعه لل هنعمل بس هنا الريسيت عشان خاطر لما نيجي نقراه مره ثانيه، واروح للماشنج واعدل بقى الموضوع ده واخليه اخلي الاوتلت فوق زي ما احنا كنا عاملينه دلوقتي. اوكي خلينا نختار ديت اهي، خلينا بس نروح هنا للنيم سيلكشن الاوتلت، نعمل نختار بدل ده نختار ده ونعمل ده بس، ونعمل جنريت، وبعد كده نروح نعمل ابديت، بعد كده نقفل ده ونرجع تاني للورك بنش، نفتح السيت اب عشان اقدر بالبريسيشن، نعمل ستارت. تمام هو بالظبط حته الاوتلت اهي. طيب نبدا بقى، خلينا نعمل ده ونعمل ده. اوكي ده اللي احنا عاملينه قبل كده، ونعمل بقى واحد جديد من الاول مع بعض ماشي. اول حاجه بس احنا شغالين ترانزيانت وشغالين طبعا مع بتغير مع طبعا، نحط جرافيتي عشان نشوف المايه تنزل لفوق وتطلع تحت الكلام ده كله بوزنها يعني.
تمام حلو قوي. بعد كده المودلز، احنا شغالين في المودلز بتاعتنا في طبعا مالتي فيز، لان انا عندنا ميه وهواء، فاختار فوليوم اوف فلويد ده اسهل واحد. وبعد كده يعني خلينا نفتحه مع بعض برضو اهو. بعد كده نشتغل، طبعا انا هشتغل امبليسيت، يعني هو قال ان هو الامبليسيت بودي فورس والامبليسيت بيبقى احسن حاجه، بس مش غير حاجه بقى، ولا بص ولا في اي حاجه بتتغير، كل حاجه تمام تمام بس. وهعمل ابلاي، بس قبل ما اعمل ابلاي معلش خليني كده اعمل حاجه، ان انا ايه هحط الماتيريال بس الاول، فهعمل كانسل معلش واروح احط الماتيريال بتاعتي، واختار هنا في الاير اختار فلوين داتا بيز، وانزل تحت احط الميه، وهعمل ماشي كوبي تشينج اند كرييت، ونعمل كلوز كده عند ووتر واير. اروح تاني بقى للمالتي فيز واختار فوليوم اوف فلويد، واختار امبليسيت امبليسيت، وهعمل ابلاي. بعد كده اروح على فيسز، اختار اول واحد خالص هيبقى ووتر ده البرايمري تمام، والسكندري بتاعنا هيبقى اير، وهيبقى هو الاير. تعالى برضو نتاكد من ده اهو الووتر برايمري تمام، ونعمل بعد كده ابلاي 100 100. خلاص اقفل، ودي مش عارف فيها حاجه برضو، مش عارف فيها حاجه، وهنقفل وهنقفل. بعد كده التربلنس موديل بتاعنا بدل اس اس تي اوميجا هشتغل كي ابسون ريلايزابل، افضل شويه، وستاندرد وول فانكشن مش هنغير حاجه خالص تمام، ونعمل اوكي ماشي. دي المودلز اهي، بعد كده مفيش حاجه بتتغير، اي مفيش حاجه هتتغير هنا. حلو، بعد كده الماتيريال برضو احنا مش عشان نعرف حاجه عملناها ووتر واير تمام. بعد كده السيلزن كونديشن هنشوف هل في حاجه هتتغير ولا لا، برضو مفيش حاجه هنا هتتغير، ولا الاوبريتنج كونديشن برضو حاجه هتتغير، وهنسيبها زي ما هي، نتاكد بس ان كل حاجه مظبوطه في الاوبريتنج كونديشن برضو 100 100. بعد كده بقى الباوندري كونديشن بتاعتنا، هندخل الليتس اول حاجه خالص، نقول السرعه بتاعتنا هتبقى حوالي 3. ده اللي احنا عاملينه، خليني بقى اعمل اللي انا ايه معاكم تمام. باوندري كونديشن اهو، السرعه بتاعتنا هتبقى 3، ده لو ميكستشر. طب انا طب هو ان هو يدخل اير ووتر، لا انا عايز اقول له بقى في الاير خليه بقى ايه زيرو، يعني ما تدخلش اير، دخل ووتر بس. حلو قوي كده، هو كده فاهم ان هو بيدخل ووتر بس. الاوتلت هيبقى زيرو ماشي، حلو جدا. بس في الاير بقى اقول له ان انت ممكن تدخل اير عادي، يعني في باك فلو عادي، لان انت بره، انت اصلا الباك فلو بتاعك اللي بره ده اير مش ميه تمام. حلو، بعد كده الانفايرمنت نفس الفكره، بدل بقى اقول هنخليها بريشر اوتلت وهنخليه تمام، وبعد كده برضو الاير هنخليه واحد عشان اللي بره اصلا اير تمام، ونعمل ابلاي. حلو جدا، ده كده الباوندري كونديشن. بعد كده الميثودز بقى بتاعتنا، احنا يعني شغالين ايه في الميثودز، خلينا نتاكد برضو، عايز اتاكد من كل حاجه عشان يبقى شبه بالظبط اللي انا ايه هعمله. الميثودز احنا شغالين كابلد، ساكن هي كانت كابلد ايوه اوكي، خلينا نشتغل كابلد اهو. البريشر هيبقى بودي فورس ويتد احسن، السكرتيزيشن بتاعه وكله هيبقى سكند اوردر. حلو قوي، مفيش حاجه اتغيرت ماشي. الكنترولز مش هنغيرها، الكنترولز انا مش هنغيرها ماشي. بعد كده المينيتورز برضو مش هنغيره تمام. بعد كده ومفيش ميه في الاول، كل حاجه تبقى فاضيه. خلينا بقى نرجع بقى لمسالتنا، دي مسالتنا صح كده. حلو قوي، نروح بقى يعني خلينا نتاكد دي مسالتنا، هي دي مسالتنا فعلا. نروح بقى اول حاجه للانشلايزيشن، هعمل انشلايز اول زونز واختار انشلايز، اقول له لا معلش خلي هنا معلش خليها واحد. وبعد كده اروح على ايه بقى اول حاجه الجرافيكس الكونتور، هعمل ووتر فيزز قصدي تمام كده، واعمل ديسبلاي واختار الكبر بقى الفوليوم، لان ده اللي انا هعمل عليه انيميشن اهو تمام. بعد كده هروح بقى على سوليوشن انيميشن، اقول له اختار كونتور 1، خليه مثلا كل 10 تايم ستيب، يعني كل بوينت 1 سيف الريزلتس بتاعتنا تمام كده. اختار يوز اكتف الفيو ده واعمل اوكي بس كده. وبعد كده هعمل المفروض اروح ران كالكوليشن، انا كنا في الران هنا كنا شغالين قد ايه 2000 0.01. طبعا لو عايز تسيف سيف، بس انا مش مهتم بقى انا عملت كام طلع انيميشن، واخلي كله 30 عشان الحل يبقى اسرع، وابدا اعمل كالكوليت تمام. بقى الحل معانا يطلع زي اللي احنا كنا عملناه المره اللي فاتت، وعملنا انيميشن نفتح من هنا من بلاي باك ونعمل ده شكل الانيميشن، ده شكل الريزلتس بتاعتنا 100 100، ما فيهاش اي مشكله. عايزين بس نتاكد من الريزلتس بتاعتنا، فخلينا نقفل الفلوينس بتاعنا نو اطلع وما تسيفش حاجه. نفس الفكره برده هنا اطلع ايوه ماشي. وبعد كده نقفل بقى الانسيفد ده، ونروح بقى للابلكيشن بتاعنا، هنفتح الريزلتس بتاعتنا نتاكد من الارقام. احنا دخلنا السرعه 0.28 وقصدي 3 والارتفاع 0.28، عايزين نشوف بقى هل الريزلتس هي هي ولا لا. انا حولت الكونتورز اول حاجه اللي هي بتاعتي بالشكل ده. طب ليه انت عملتها بالشكل ده؟ انت بتعمل كونتورز اهو، بتختار والله سيمتري 2، تقول انا عايز اعرض الووتر فوليوم فراكشن ماشي، وخليها جلوبال، زود عدد الكونتورز خليها 500 مثلا، وخلي انا بقى الرينبو بقى خليه ايه وايت تو بلو، واعمل ابلاي بالشكل ده، هتلاقيها عملها لك بالشكل اللي طالع معانا
لو احنا شلنا ده اهو تمام اهو بالشكل ده، خلينا نشيل لاين 1 لاين 2 برضو. خلينا نبدا نشوف انا بعمل ايه. هبدا ادخل لاين 2 طبعا، لو دخلت الوير فريم هيديك الشكل بتاعنا، هو بتاعنا طبعا عامل باك جراوند بيضاء فعشان كده الشكل بتاعنا بالشكل ده. ده صح شكل الميه، نعملها باللون الازرق. ممكن نعملها باشكال تانية، ممكن زي ما قلت لكم نخليها مثلا رينبو زي ما كانت اهي فين تمام. وممكن نخلي بقى اللينير جرافيك ماشي فيز فاريبل لوكيشنز هات كلها طبعا على حسب الليجنز. ممكن نخلي حتى الليجند بتاعنا هو بيتكلم عن البتاع في الانفراكشن، ممكن حتى ندخله بقى ايه خليه هو الفلوست بيعبر عن الفلوست يعني، بس هي مش مهم دلوقتي يعني، خلينا نعملها بعدين يعني مثلا لو عملناها الفلوستي طبعا الفلوستي مش هتبقى باينه قوي يعني. بس اوكي خلينا بعد كده نخش بقى نحدد الارتفاعات. احنا عندنا لاين 1 تمام، لاين 1 الاولاني يعني انا عارف كويس ممكن احطه عند 5 مثلا و5 وعند مثلا 0.1 0.28 عارف الارتفاع 0.28 ونخليه 1000 عشان نحسب عليه السرعه. الله عايز ان هو ده الشكل بتاعه، هنعمل زوم كده عليه. فعلا بص هي دي الارتفاع بتاعنا 0.28، فده الارتفاع بتاع خل بتاع الميه. ممكن زي ما قلت لكم نشيل ده بقى ونحط الكونتورز بتاعتنا اللي هي شكلها احسن شويه. ماشي ده كده اللاين الاولاني. اللاين الثاني احنا ممكن ندخل اهو لاين ثاني مثلا على بعد 12 ونص مثلا، لان هي كلها 15 12 ونص ماشي. والارتفاع بتاعنا كان 0.59 مثلا، ونعمل ابلاي اتاكد بس اهو تمام. هو فعلا باين قوي ان هو قريب جدا صح كده، بس تعالى ايه نكبر شويه عشان نجيب الميه كلها. فمثلا نخليه 6 يعني قربنا 6.1 حلو جدا 6.1. فده معناه ان احنا الارتفاع بتاعنا 0.28 وسرعه 3، والارتفاع بتاعنا حوالي 0.61 يعني حسبنا الاريا 0.61 ناقص 0.590424 تمام كده. الكلام ده كله يعني خلينا نحسب الايرور على 0.590424. الكلام ده كله مضروب في 100 يعني حوالي 3% 3.3% ايرور. فده منطقي جدا وحلو جدا. فيا رب يكون الفيديو مفيد، وان شاء الله نتقابل في فيديوهات جديده باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.